كما قلت رابعة تربص معناها مع الإطار الفني الجديد اللي قاعدين نخدمه، وإن شاء الله معناها نعملوا بريستاسيون باهية في الكوب دو موند، وإن شاء الله عندنا ثقة كبيرة في الجروب هذايا، في معناها سوليداريتي باهية والناس كل تدز مع بعضها، وإن شاء الله نعملوا حاجة باهية إن شاء الله في الكوب دو موند. معناها بصفتنا نحن فما صغار كيب ناسيونال جونيور انتجراونا في السينيور، معناها أنا قاعدين نخدموا أفون باش معناها نحاولوا نوصلوا للميم نيفو نتاع الجوار الاخرين. معناها كيما تعرف فما دي جوار كيما محمد السوسي، جوارات بروفيسيونيل او نيفو، معناها قاعدين نخدموا ونعطيو في 100% تاعنا باش نحاولوا نكونوا في نفس المستوى مع الجوارات هكا.